يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب. بعد التحية، أكد سمو ولي العهد رئيس الوزراء على مواصلة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز التعاون بينهما بما يصب في مصلحة طبعا الوطن والمواطن. حبذا لو تحدثين معاليك عن هذا التعاون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد صدور الأمر الملكي السامي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيسا لمجلس الوزراء، يضمن مواصلة العطاء والانفتاح على آفاق أرحب من الإنجاز الوطني. والثقة الملكية الغالية بتعيين سمو ولي العهد لقيادة دفة السلطة التنفيذية يعبر عن الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نظرا لما يتمتع به سموه من حنكة وخبرة عالية ورؤية استراتيجية مبتكرة ومتفردة من شأنها أنها تسهم في وصول المسيرة الوطنية التنموية الشاملة إلى غاياتها وأهدافها. وطبعا مما لا شك فيه أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله كما كنتم تقولون وكما هو في الشعار المكتوب عندكم خير خلف لخير سلف، وهو خير من يترأس الحكومة الموقرة، خلفا لفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله. وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله مساهماته بارزة في وضع قواعد الدولة الحديثة، بناء دولة المؤسسات والقانون منذ بداية تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، فسموه قاد فريق البحرين ليحقق إنجازات متنامية لا متناهية أضيفت لسجل الوطن الحافل بالتقدم والريادة. والعلاقة طبعا بالنسبة لنا احنا في مجلس النواب نتطلع دائما وأبدا إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة برئاسة سموه الله يحفظه ويرعاه، خصوصا بعد ما لمسناه من سموه خلال الفترة الماضية من عمر الفصل التشريعي الحالي من دعم وحرص ومساندة كان لها الأثر البالغ والكبير بالنسبة لنا لبلوغ الأهداف الوطنية وتعظيم الإنجازات وتجاوز الكثير من التحديات. حقيقة الفصل الخامس اللي احنا بصدده واجه كثير من التحديات، ويعني الوقت النشرة ما يسع أن أذكرها، ولكننا نعم. جميعا نعيش هذه التحديات والمعوقات الكبيرة، ولكن بالتكامل ما بين السلطتين استطعنا أن نتجاوز الكثير وسنتجاوز ما تبقى من إن شاء الله بكل نجاح وتميز ورقي كنموذج عالمي للآخرين. كان سموه الله يحفظه دائما يستقبل ممثلي السلطة التشريعية في مجلسه العام بشكل مستمر قبل ما تأتي هذه الجائحة فتعيق ذلك، ولكن استمر التعاون معا عن بعد من خلال وسائل الاتصال المختلفة المتوفرة. نعم. وكان دائما وأبدا يوجه الوزراء والمسؤولين لتوثيق هذه العلاقة، وتوثيق هذه العلاقة تأتي من خلال التعاون والتكامل والتنسيق في كل القضايا والموضوعات اللي هي في صالح الوطن والمواطنين. فالعلاقة الثنائية اللي تربط بين المجلس النواب والحكومة الموقرة نلمسها من خلال الواقع، خلال التقدم وحل القضايا وإيجاد الاهتمام في قضايا كثيرة تهم المواطنين مستمرة، فهذه هي تترجم تلك العلاقة. ولكن هل هذا يكفينا؟ يبقى هنا الطموح، وطموح مجلس النواب سقفه الفضاء، سقفه السماء، لذلك نطمح دائما إلى مزيد من التعاون والتكامل والتنسيق مع السلطة التنفيذية بقيادة سموه الله يحفظه ويرعاه، لكي نحقق تطلعات جلالة الملك المفدى، ولكي نصب معا متكاملين يدا بيد في خدمة الوطن والمواطنين. نعم، السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.